السلام عليكم متابعي قناة كليكت ميديا، أهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد. في فيديو اليوم حنتكلم عن مسلسل الهابة الجزء الخامس الحلقة 14. خلونا نبلش. شاهين بقول لعلي انت سبب كل المصايب وكل اللي بيصير بالهابة بسببك، وابني كان راح يروح مني وخسرت ابني الصغير ومرتي بالمستشفى ما بعرف شو حالها. وعلي بقول له انا لو ما عملت هيك كنت راح تشيلني الذنب، وانا وانت بنعرف ليش. وبتوصل القطع الاثرية لجون وبيتصل على وديع بقول له انه المصاري صارت عندك. والمحامي بيتصل على فارس وبقول له احنا طلعناك من السجن عشان تاخد بطار ابوك من اللي قتله، وما تنسى المصاري اللي سرقها جبل من ابوك، هاي الك ومن حقك. وفارس برد عليه وبقول له انا بعرف كيف ارجع حقي ومش محتاج نصايح من حدا. ومنى بترجع على البيت حزينة بسبب فقدان ابنها، وام جبل بتقولها انه هيك ربك كاتب ولعله خير. وجبل بقول لها البركة في ابنك غازي يا ام غازي. وفي اخر الحلقة جبل بقول لعلي انه اللي عمل هيك عمله هو عز الدين، واختفائه بدل انه هرب او اللي بعته قتله عشان ما يفضحه. وعلي بقول احنا كيف بدنا نعرف وين اندفن عشان نطلع باي معلومات مع اللي اتصل معه. وجبل بقول له وبعدها رح نعرف مصلحته انه نشتبك مع تل اصفر. وهذا كان فيديو اليوم، اتمنى يكون الفيديو عجبكو. لو عجبك الفيديو اضغط لايك للفيديو وادعمنا باشتراك في القناة. اشوفك الفيديو الجاي، سلام عليكم. Okay, I was flying solo, then I saw you, whoa. Girl, ever since I found you, I don't hear them other bitches cause they so. I'ma take you to my island. All I really need is timing. Mix a little tangerine with your love, got me feeling